تزوج؟ اي شو ضامها للسالفه ليش؟ لا لا تزوج بدون ما يدرى ابوي. بعد ما درى ابوك مو ما درى هسه؟ انا خليه يشوف ابوي. انا هنا شنو شي يقول لك؟ انت تسالني انا افضح لك اياهم. هاي شغلتي. قلت له متزوج؟ قال متزوج. ايه نصها كل لا لا بدون ما يدرى ابوي. هو شلون صارت السالفه؟ انا من عمي تزوج تمام؟ زين. اي احنا تعرف احنا ولد عمه ولازم نروح. زين. شغلة صارت تعالي اخوي ايش قال؟ يلا عندنا تجيب مرت وياي زين لا ابوي يدري ما حد ما يدري. هاي صدق تحكي على ما حد يدري؟ اي والله العظيم. صار عندنا يعني فالمهم رحنا. زين. فمرته نزلت واحنا قاعد نتمشى انا بالنسبه لي انا يا ابوي من يسالني ما جاوبه هو انا اصلا شاهد كنت على زواجهم بس ما جاوبه. لا يعني انت طابق وياك انا وياك شلون شاهد بدون علم ابوي بدون علم ابوي. حلو. المهم رحنا فابوي قاعد يباوع انا بالمناسبه ابوي متزوج اثنين. ابوك متزوج اثنين؟ اهم فضحه ما عندي اشكال هاي شلون هسه ابوك متزوج اثنين امك ما تدري؟ لا لا تدري عادي احنا بيت مصبي يعني ها انت اخوهم؟ من غيرهم؟ من غيرهم ما شاء الله. المهم رحنا للعرس احنا ابويا صافن هاي من يوم قاعد تمشي كان يصير كان يقول حسين تعال اي قلت له هاي هذا كان يقول لي منو هاي؟ وليت متفدش شو اقول له؟ اي والله قلت له مرته فالمهم كان يصير بيناتهم حكي قلت له بعد ما تصير السالفه انا خليت طلعت على صف اول مره اشوف مناسبه وهيك فضحته اي فضحته انت مو راح يسوي ذاك لقاء للامانه لا انا شوف يرضيني ما احكي فضحت ابوك فضحت اخوك لا لا قشانه واحده خليني اقول لك اياها هسه احنا ابوي خابرنا عندنا فصل ايه حلو؟ زين وين بالطالبيه؟ زين قال وين تروحنا؟ قلنا احنا بالطريق احنا بالموت كنا قاعدين نسوي نروح نتعشى هسه انتوا لازم طلاب تروحون هو نفس هذا ابن عمي اللي تزوج نفسه دعم له واحد وهم تعال حول علينا في الصف الله يعافيه ان شاء الله طيبين مبتسمين الله يحفظكم الله يسلمك تشرفت بالشباب هلا بالابطال حياكم الله.